اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا نروح دلوقتي نطمن على اخبار الجو بالتفصيل من ليندا. اتفضلي يا ليندا. حقيقة يا هدير، زي ما قلنا من شويه طقس النهارده شديد الحراره وفي كمان نشاط للرياح. نشرب ميه كتير ونلبس يعني قطن خفيف والدنيا ان شاء الله هتعدي. اتفضلي. وما نلبسش كمان الوان غامقه. اكيد اتفضلي. تعالوا نشوف التفاصيل. اتفضلي. هيئه الارصاد الجويه تتوقع انه النهارده هيكون في ارتفاع في درجات الحراره باغلب الانحاء، والطقس هيكون شديد الحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهيكون حر على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الطقس هيكون لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. النهاردة كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه، وهنبتديها كالعاده من محافظه القاهره. بتسجل العظمى في القاهره 38 والصغرى 25، الاسكندريه العظمى 33 والصغرى 24، مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 22، سيوه العظمى 40 والصغرى 24، بورسعيد العظمى 33 والصغرى 24، دمياط العظمى 31 والصغرى 23، الاسماعيليه العظمى 37 والصغرى 22، والسويس العظمى فيها كمان 37 والصغرى هناك كمان 22. هنروح للعريش العظمى فيها 34 والصغرى 23، طابة العظمى 35 والصغرى 20، سانت كاترين العظمى 32 والصغرى 19، شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 26، الغردقة العظمى 38 والصغرى 27، الفيوم العظمى 39 والصغرى بتسجل 24، بني سويف العظمى 39 والصغرى 24، المنيا العظمى 40 والصغرى بتسجل 25. هنروح لأسيوط العظمى فيها بتسجل 40 والصغرى بتسجل 25، سوهاج العظمى كمان 40 والصغرى 24، قنا العظمى 41 والصغرى 25، الأقصر وأسوان بيسجلوا أعلى عظمى النهارده وهي 44، والصغرى في الأقصر وأسوان 26، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 26، شلاتين العظمى 36 والصغرى 26، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لأحمد وهدير عشان يستكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك. شكرا لك يا شكرا يا ريم.